ضحكته لان اللي عاش مع الكبار لازم لا يمكن يسخر. واللي عاش مع عبد الوهاب سنباطي احمد صدقي زكريا احمد انا طالب في المعهد الاصابي انا طالب محمد فوزي صداقه عمره الاخير معايا كده خدت اعظم شهاده لا شهادة الزمالة مع كل هؤلاء ثم سبقها شهادة الجماهير اللي النهاردة وانا ماشي يمكن في العربة بتاعتي بيسلموا علي على اجلي نجم سينما انا ملحن انما من كتر ما حذرت بعمل برنامج يكلموني من امريكا الناس بيبكوا في التليفون يقول انت بتفكرنا احنا كنا كده ما كنا ازاي طب ايه اللي حصل ازاي قلة تستحوذ على الفن في مصر وتتسيد وتفرض علينا مفردات لا تليق بينا ويسموها شعبية. الشعبية بريئة كل البراء من كل اللي احنا بنقوله. الغناء الشعبية هي ارقى مفردات هقول لكم حاجة خطيرة من الشعر. لان الشعر بيروح للاسلوب الادبي والقواعد اما الاغنية الشعبية فهي بتروح للشعب وتيجي من الشعب تاني واي اغنيه تيجي من الناس وتروح لهم تبقى هي دي القمه عشان كده كل الناس من الرياده انا سعيد النهارده بالمنح الدكتوراه الفخريه عشان الرياده بقي واحد من عظماء الرياده يمكن اخره مش عايز اقول كبير انما بفخر ان انا لما اجي اتكلم بذكر اسم هؤلاء حد ينسى ابوه او جده او جد جده من يوم ما قلنا انتوا مش فاهميننا فقدنا السلسله ما بين الاب والابن. ارجو ان تعود مره اخرى وبفضل الغيورين على الاغنيه والموسيقى والرياضه المصريه. تحيا مصر.